سي حسن. اهلا. يا اهلا وسهلا، عاش من شافك يا جميله، خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا سي حسن. عامله ايه وايه اخبار الدنيا معاكي؟ طولت الغيبه انت. انا والله لو كنت اعرف ان الست صالحه منوره ربنا افتكرها كنت جيت خدت بخاطرك وشفت طلباتك وطلبات الست حوريه ونوره، بس والله ما كنت اعرف. اصل انت غالي عليا قوي يا سي حسن وزياده حب. ربنا يخليك يا جميله، طول عمرك جدع وبنت اصول. ها هتمشي وتسيبينا تاني ولا قاعده؟ لا قاعده شوي، اصل تعبت من اللفه قوي يا سي حسن، مع ان القطه قال لي اجيب تمن نومتي، ما انت عارف القطه بقى، فقلت ادور على شغل يعني لغايه ما الاقي راجل يسددني ويخليني ابطل تعب وشقه. لا ان شاء الله ربنا هيكرمك تلاقي ابن الحلال. لو عوزت اي حاجه قولي لي على طول، احنا طول عمرنا اهل. طبعا يا سي حسن، يلا بالاذن. انا قلت اجي اسلم عليك قبل ما اطلع للست حوريه، فوتك بعافيه. الله يعافيك يا اختي. ايوه يا اسطى. هو في يقولوا المعلم صابر هينزل النهارده الحاره. يلا طب تعالى خش جوه. ثابت مالك شايلة طاجن ستك على راسك كده ليه؟ طلقني يا فضل، طلقني او روح اتجوز لك واحده تانية تجيب لك حته عيل تفرح بيه، ولا اقول لك اتجوز عليا؟ انا راضيه. اسمع كلام يا فضل، العمر بيجري. اللي احنا عم بات فيه هنصبح فيه. وفي حد بيدفي فرشتي غيرك يا بت؟ احنا ملناش غير بعض، وانا راضي باللي ربنا كاتبه لنا وقسمه لي، وربنا رزقنا بعيال العربخانه، وكفايه علينا عزيز الحته. ولا انت ما بتحبهوش؟ ها ما بحبهوش؟ طب ده انا بحبه اكتر ما بحبه، وهو كمان بيحبني اكتر ما بيحب. طب علاء الطلب يحبني اكتر منك يا زينه. طب يمين على يمينك بيحبني اكتر يا فضل. يوه، هو انت يا راجل هتطلقني؟ طلقك ايه يا جحش؟ ها ده انت حبك بيجري في قلبي زي الرهوان اللي بيجري في الغيط. درجن 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 يا بنت. بجد يا فضل؟ بجد يا بنت يا زينب. بقولك ايه؟ ما تطلعي تكرشي لنا العيال اللي بره دولت، عايزك في كلمتين على انفراد. اوعى يا اخويا. يلا يا بنت انت وهو روح العبوا بعيد. شفت يا ابو الناس بتحبك وبتحترمك ازاي؟ هاي بنت كملي بس يا سلي، هو في اكتر من اللي قلتهولك؟ نار كده، نار بتقيد في جدتي، كل ما اشوفه ولا يبص لي ولا اتكلم معاه. تفتكر هو ده الحب يا بنتي يا شكر؟ باين انه كده، بس يعني
هو ممكن حد يحب حد هو لسه عارفه؟ ما اعرفش، بس يعني ممكن. هما في الحواديت مش كانوا بيتكلموا عن الحب من اول نظره ومن اول كلمه ومن اول ما تسمع صوته. صوته؟ وانت سمعت صوته فين بقى؟ هو مين ده يا بت؟ انا بتكلم على الحب. حب العوافي يا ست ليل. طب خلاص يا شكر، روح انت اعملي اللي قلتلك عليه، ولو وصلت لحاجه قولي لي. ماشي، وانا هروح اجيب امي ومش هروح غير ما اعرف هي فين. مين دي يا بت اللي بتدوروا عليها؟ وبعدين راحة فين؟ وزيكم زي امك يا بت. بخير يا خالة الحمد لله. لا ده موضوع كده. طب ما انت لسه قاعدة، ولا هي اذا جت الملايكة يعني؟ روحي يا شكر، بس بقولك ايه؟ لازم تاخدوا معاكم حد يحميكم. ولا اقولك انا هكلم ابويا ابعت معاكم حد من الرجالة. ملوش لزوم يا ست ليل، اصل انا قلت المبروك يجي معانا. مبروك مني يا منيلة على عينك. مبروك اللي ساكن عندنا فوق السطوح. هو في حد ساكن عندكم على السطح؟ ابن الشيخ هلال اللي كان امام المسجد. الشيخ هلال؟ وده ايه اللي جابه ده؟ انا اعرف ان هو مشي من سنين السنين ومحدش لاقي له طريق جره. انت متاكده ان ده ابنه يا بنت؟ اللي متاكده بالاذن انا بقى عشان لازم امشي. مع السلامه يا حبيبتي. خير يا وداد؟ وحشتيني يا جميلة الجمالية. قلت أجر من السلام وديني رميته. أتكل على الله بقى أجر عجلي عشان في زبونة قاعدة على نار من امبارح. ماشي يا أختي. تأمريني بحاجة؟ شكرا. العوافي يا حبيبتي. العوافي يا أختي. خلاص بقى ما تزعليش، تعالي خدي عاد اللي انت عايزاه، بس بلاش المكحله لحسن لو شفتها معاكي والله هطين عشتك. حاضر يا ست. استني يا نور، تعالي تعالي خدي خدي يا حبيبتي، اشتري كل اللي نفسك فيه. لا تشكري، خدش فلوس من حد. بس انا مش حد يا نور. عندك حق، ما انت ما تعرفينيش. انا سبت البيت ده من زمان، بس انا اتربيت هنا مع عمتك زينة. صح يا خالتي؟ ما تعطليهاش، سيبيها تنزل تروح تشوف حالها. يلا يا نوره، وخلي بالك من الطريق وانت ماشيه. حاضر يا ستي. انما يعني ايه اللي فكرك بينا بعد السنين دي كلها؟ ده انا افتكرت انك انت متي ومخبيين على امك.